عربيات النص النقل لما بتتروق بتبقى كفاءة، يعني كفاءة قوي. هاي رياض، أنا جاهزة. إيه هاي رياض أنا جاهزة ده؟ إيه اللي أنت لابساه ده؟ ده سبورتس وير. نعم سبورتس وير. بص بلاش حاجة فاضية. إيه الدراعات الملط دي؟ أنت رايحة فين قلت لي؟ النادي. النادي، تعالى هنا قرب. رايحة فين تاني يا معلم؟ النادي. النادي، يعني رايحة مركز شباب، والشباب هناك كده أهو، وله عيون، وهيقعد يتفحص كل منطقة في قلب جسمك. الشاب من دول لو دخل في السور هينفض من الناحية التانية. رياض، أنت عمرك ما قلت لي أي كومنت على لبس. نعم أي إيه؟ عمرك ما قلت لي أي كومنت على لبس. بلا كورونا، بلاش الحاجات اللي أنت بتعملها دي، ما تغيرتش الموضوع. أنت مش متجوزة ذكر بط هنا. رياض. بلا رياض بلا لمبي. لمبي؟ لمبي مين؟ لمبي مين؟ تتيجي فين انت في وجاهة اللمبي ولا حلاوة اللمبي ولا طعامة اللمبي؟ اللمبي ده كان يسوق شارع قدامه كده بحاله، صقر كبير، له في الجبال علامات، لمبي ده كان فاضل له يومين وصورته تنزل على الجنيه، بس خلاص بقى الله يرحم ايامه، عمل حادثة، دخل في بقه واحد. يلا بنت اجري البسي الحاجات التانية. بنت؟ اجري يا بنت ما تخليش بقى، اجري انت بقى. لا. البسي حاجة بقى. لا. يا بنت اجري بقى، انت حلوه كده الله يقربك، اجري انت يلا. لا. يا بنت والله هعضمك، اجري انت يلا، يلا اجري انت، يلا يا بنت، يلا يا بنت امشي. ايه البله اللي مالهاش حاكم دي؟ كشفنا ولا ايه؟ كشفنا في ايه؟ في الجريمه اللي احنا عاملينها دي. وطي صوتك، جريمه ايه؟ ايه؟ انا عاوزك تختم الورقه دي بسرعه. طب ايه عربيه الاسعاف دي؟ طب مسجون تعبان قوي، لازم اتنين المستشفى حالا. طب انت مالك متاثر ليه؟ هو اخوك ولا ايه؟ انا اخويا مسجون برضو، يمكن صدفه ولا حاجه. يا عم اختم الورقه دي بلا صدفه بلا نيله. طب اختمها ازاي دي طيب؟ الختم في الدور. الختم في الدور؟ ايوه الختم في. انت مالك مستغرب قوي؟ والله الختم في الدور. الختم في الدور والله ما اعرف ان الختم في الدور. طب يلا يلا بسرعه بسرعه. ايوه خد دي يلا. ادي انا عاوز الورقه بتاعتها كبيره دي حلوه تطلع. هي بتكبر دي، اكتب لي ورقتها لازم دي يعني. ايوه عينيا عينيا ابو هتفرتكها. عينيا ابو الادهيم. ادهيم ادهيم ايه؟ ابو الادهيم دي؟ ابو الادهيم ده كان الدلع بتاع ابويا. كانوا بيقولوا لابوك يا ابو الادهيم. لا بيقولوا له يا عم محسن. محسن؟ اه. اسكت اسكت اسكت. خلاص انا بتمنى لما توصل بالتليفون. على مين؟ على ابن اخوك المريض اللي هناك. هاي رياض، ازيك؟ انا كمان مبسوطه قوي النهارده. في الحقيقه انا مش مصدق اللي انت تقوليه ده. انا عايز سيادتك بوضوح. ايه يا لا ايه يا هاني؟ ايه انا لو اعرف ان انت بتعمله ده ما خدتش بالي والله. ما تشوفش بتطلع على عيني. ما خدتش بالي يا فندم، انا اسف. طب اقعد فين هنا؟ اخرج فين؟ ما اقعد، هتخرج ما انت خضتني خلاص اقعد. هتخض تاني تدخل تاني تخض. والله ما خدت بالي. طب اقعد عشان انا بكلم المدام. المدام اخرج. لا اقعد. انا في حق الاهل المنظر ده الواد الواد بتاع الشاكن جايب لي القميص بتاع النكوة. انا عايز اطلب منك حاجة. عايز تروح فين قول؟ نعم. ربع كيلو زيتون كلاطاطا. الزيتون كلاطاطا ده الله. ايوه خلاص اوكي ماشي. المهم ده انا كنت عايز اقول لك على حاجة يعني. نعم. ايه دوست على مين؟ عيش 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 ده عيش دوست موجود يا باشا. موجود موجود. هو بيهزل دماغه. مين؟ لا ده هنا صاحبي. لا ما تخافيش صاحب الانتيخ. تعالى حبيبتي خلاص. انا عارف سلام. مع السلامه. انا هذا مع العالم. المكالمه قلبت في الاخر جاوب قال لي كده. مش مهم. المهم ان انا سعيد. سعيد قوي يعني قوي. ايه خير بقى كنت عايز ايه؟ ما تاخذنيش يا فندم. انا مش مرتاح للي بيحصل ده. ولا انا هاني الموضوع دخل بزيتون كلاطاطا ودوست. يا باشا انا بتكلم في موضوع تاني خالص.
انا بتكلم عن المسجون اللي اترحل على المستشفى، المفروض انه يتعرض على دكتور السجن قبل ما يترحل على المستشفى. ايه يا عم اللي انت بتقول؟ انت هتخرجنا كبر دماغك يا اخي بقى. خلاص خرجنا من السجن وكل حاجه عدت في السليم، والواد اللي هيدخل بدالك هيدخل نايم على نقاله متغطي، وهيفضل متغطي فتره طويله محدش هيقدر يكشفه، تكون انت سافرت وبقيت في التمام. المهم اخبار موضوعنا احنا ايه بقى؟ طب اطمن يا ادهم. طب طبعا بما فيهم مبلغ رياض باشا. اكيد يا ادهم. انا حاسس سيادتك متغير. متغير ايه؟ ما بقتش رياض باشا بتاع زمان. لا لا لا، انا رياض باشا بتاع زمان وبتاع كل زمان، بس هو يعني العمليه يعني مقصره حبتين يعني. اسمعني بس، في حاجه عايز اقول لك عليها يعني جوايا، يعني خاصه بالتليفون اللي كان كده ده. ايوه عايز ارجع، عايز اطلع اللي جوايا يعني. طلع يا باشا، ده انا هاني. ما انا عارف مكان انت مليان عفاف. عايزك يعني ايه تقول لي اعمل ايه في محسوسيتي؟